كابتن اشرح لي وحضرتك مدرب مصارعه. هي حركه فنيه يستخدمها المصارعين للخداع. حركه فنيه. بيستخدمها المصارعين لخداع خصمهم. باللعب على الذراع العكسي. عكس ما هو معتاد في حركه البراولين. يعني هو براولين زي البراولين مقلوب كده. في براولين امامي وفي براولين ايه اللي هو زي الخلف كده. بنقولوا عليه البراولين مقلوب يعني. يعني دي لعبة مصارعة مش مصارعة روماني. مصارعة روماني. يعني راموس يعني اخده من دراعه مصارع. يعني مصارع يعني مثلا وزن مثلا كابتن محمد صلاح مثلا 70 كيلو ده حوالي 90 او 95 كيلو. يعني مرة ونص. مش ميزانه. وبعدين لو كان ثابت الدراع اصلا كان نزل كابتن محمد صلاح ما كانش يجرى له حاجه. لكن تعليقته الدراع دي اسمها بنقولوا عليها التعليقه بتاعت الدراع. اللي ينزل بقى الخصم ممكن يجيب بقى لمسه اكتاف. يعني هو لو لو كان ثابت الدراع علق دراعه عمدا عشان يكسره. وما سابوهوش يعني لحد ما نزل عليه اهو قدامنا اهو. يعني هو متعمد عشان يكسره. لكن لو كان سابه كان ما كانش حصل له حاجه. واخد ايده ونازل بيه على الارض. خد بنقوله احنا عليها تعليقه. تعليقه. يعني هو علق الدراع من عند الكتف. ونزل بيه وطرحه. فدي يعني بتقول انها مصارعه رومانيه. اسمها ايه؟ بتسموها ايه؟ روماني. روماني. يا خلع اسمها يا خلع. خلع. حركه جزع اصلا. جزع. اللي احنا بنقول عليه براولين مقلوب. يعني حضرتك بتقول لي راموس ده واضح انه متدرب على اللعبه دي. ده هو مصارع. هو شكله مش لعيب كوره. ده مصارع مش لعيب كوره. لعيب قوي وبتاع مش بيلعب على الضرب والخط والكلام ده. ده بيضرب بدماغه برجلين اتنين. يلعب حره كمان. يلعب حره من الاحتراف. مش روماني كمان يعني. يلعب حره. عشان الضرب والخط ده. فحضرتك الحركه دي حركه فنيه في المصارع الروماني. اسمها حركه الجزع اللي احنا بنقول عليه براوليه على عكس. ايوه قدامنا لقطه كمان اهو من احد المباريات. فهي دي الحركه انه مسك دراعه لنجذبه ويطرحه من فوق كتفه. اهو وهي حركه اذا نفذت بطريقه صحيحه تنتهي النزال بتثبيت الاكتاف. يعني هو نزله فعلا طرحه. لو كان ساب دراعه كان زمان ما كانش حصل له اي حاجه. يعني لو راموس قال هذا السفاح ساب دراع صلاح ما كانش جرى له حاجه. ما كانش جرى له حاجه. ولكن اصراره ان يسحب دراع صلاح معاه. هو معلق الدراع كده. هو متعمد ان هو يكسره. متعمد يكسره. عشان هو تعليق الدراع دي ما سابوش. يعني حضرتك انت لو انت مع واقف مع واحد كده وعلقت دراعك فيه وبتطلعه بيدرك بيجي معاك. من ناحيه اليمين او من ناحيه اليسار. فهي دي حضرتك بتقول لي دي لعبه اهو. ده نزل عليه كمان بجسمه يا كابتن. نزل عليه بجسمه. ما انا بقول لك ما هو بجسمه. هو كان ناوي يعني يحطمه. بس انا ساعتك انا من ساعه انا ما شفت قلت برضه ان شاء الله هو هيلعب. يعني على حسب الاشاعه ولا حاجه بس قلت ان شاء الله يلعب كاس العالم بامر الله. ده نايم كمان يعني كسره على الارض وراح نايم بظهره جسمه بالكامل. يعني مثلا 95 كيلو مع 70 كيلو حتى مش ميزان. يعني حتى مش ميزانه. يعني يعلق كده متعمد والحكم ما يطرهوش. لا حضرتك ما قلت يعني المفروض كان الحكم طرده. ده متعمد ومسايب يعني هو يعني معلق الدراع وهو نازل في الارض. يعني انت حضرتك لو بصيت في اللقطه نزل بيه في الارض. لو محمد صلاح وقع في الارض خالص من غير ما هو معلق الدراع ده ما كانش جرى له اي حاجه. لما طرحه كده زي كانك انت بترمي ايه لاعب كده. يعني اللاعب المنافس بيلعب فوق بيلعب من على العالي. بينافس ممكن يدخل دراعه من فوق ويعلق الدراع. وبيرمي بيه ناحيه اليمين وناحيه الشمال. بيشوف الخصم اللي قدامه. فحضرتك بتقول لي يا كابتن سيد انه ال 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 الاصابه ديت انه هذه اللعبه لعبه من لعبات المصارعه الرومانيه وانه لما اللاعب بيعملها بيثبت اكتاف الخصم بتاعه. تثبيت الكتف. يعني لو نزل بيه زي ما هو نزل كده لازم ينزل بيه الكتف. بس هو معلق الدراع. يعني هو ماسك الدراع اليمين ونزل بيه. ما سابوش. يعني هو بس لو حضن بس كده بيثبت الكتف يعني. وده اصلا مش ميزانه اصلا. يعني حتى لو جسمه
ولا بتاع احنا اقوى منه طلع ده مش لعيب ده احنا كلنا زعلانين طبعا حضرتك يعني حاجه يعني انا سامع سعادتك يعني حاجه يعني مش معقوله بشكرك كابتن بشكرك كابتن السيد حسين مدرب المصارعه بشكرك شكرا جزيلا دكتور مصطفى المنيري استشاري الطب الرياضي دكتور مصطفى تحياتي لحضرتك